تاني خبر، واحنا اتكلمنا هنا امبارح مع اساتذتنا النقاد الرياضيين اللي كانوا موجودين معانا، لما اتكلمنا عن ان اتحاد كرة القدم في ساعة زمن عمل قعدة مع ممثلي الاندية، وفي نفس الوقت بعدها بساعة طلع وقال ان يوم الثلاث الساعة 10 الصبح هيتعمل قرعة الدوري العام المصري للموسم القادم. النهارده الحقيقة لانه كل نقادنا الرياضيين الكبار، الاستاذ جمال الزهيري الحقيقه قال هذا الكلام، والاستاذ محمود صبري والاستاذ سامي والاستاذ سامي عبد الفتاح والاستاذ عصام شلتوت اتكلموا ان ده شيء مش طبيعي، بسرعه جدا حصل الموضوع، وهم قالوا هذا الكلام امبارح ان لا نعتقد ان القرعه هتبقى يوم الثلاث. وبالفعل النهارده اتحاد كره القدم معرفش بقى هو شافنا امبارح ولا استجاب للكلام اللي احنا بنقوله، لانه لا خد الافكار القادمه وايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، خد الافكار من كل ممثلي الانديه واعرف وادرس الموضوع، وفي الاخر قول قرارك امتى خلال الفتره اللي جايه، بدايه الدوري هتكون امتى، والكاس اللي جاي هيكون امتى، والكاس اللي احنا فيه هيبقى هيتلعب ولا مش هيتلعب ولا ايه اللي هيحصل فيه. فتم اتخاذ قرار الحقيقه ان راحة لفرق الدوري الممتاز حتى 21 سبتمبر. ده قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد، منح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر المقبل، لا تقام فيه أي مباريات رسمية. إذن الكاس مش هيتلعب خلال الفترة اللي جاية، لانه كان هناك كلام وتسريبات من اسبوع تقريبا ان ممكن الكاس يتلعب في الفتره من 10 لغايه يوم 20 وتنتهي البطوله في ال 10 ايام دول. ولكن الحقيقه اللعيبه محتاجه راحه، لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الانديه الاخرى اللي بتلعب في المنتخب الوطني كلهم الحقيقه محتاجين راحه فعلا، لانه لعبوا في افريقيا، وخصوصا لعيبه النادي الاهلي لعبوا لاخر مباراه في افريقيا وخدنا البطوله العشرة ورجعنا لعبنا الدوري كل يومين او ثلاث ايام، وبعد كده خلصنا الجمعة لعبوا راحوا السبت للمنتخب معسكر المنتخب الوطني، هيلعبوا يوم واحد أولى المباريات أمام أنجولا، وبعد كده هيسافروا على الجابون علشان يلعبوا المباراة الثانية يوم 5، وكان من المفترض يرجعوا يلعبوا بقى مباريات الكاس. ولكن هو قرار أنا شخصيا شايفه قرار رائع جدا أن يكون هناك راحة لكل فرق الدوري، مفيش أي مباريات رسمية، ده بناء على كلام الاتحاد المصري أو لجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لغاية يوم 21 سبتمبر. الكلام اللي أنا شايفه بيحصل أو الكلام اللي بيفكر فيه الاتحاد المصري لكرة القدم من مصادرنا يعني داخل الاتحاد، ان الاتحاد المصري بيفكر ان هو يكمل هذه المسابقه، مسابقه الكاس، مع بدايه الدوري القادم، ثم يلغي مسابقه الكاس في الموسم القادم. ليه؟ لانه المباريات اتلعبت، مباريات الكاس اتلعبت حتى الدور قبل النهائي لنادي الزمالك واسوان، وبالنسبه للنادي الاهلي لغايه دور الثمانيه او دور ال 16 لسه هيلعب في ال 16، لو كسب هيلعب في الثمانيه، ولو في الثمانيه كسب هيلعب في الاربعه وفي النهائي ان شاء الله. وبالتالي الانديه ابتدت او المسابقه ابتدت، فما ينفعش يلغيها، لازم يكملها. دي الافكار اللي بتدور في ذهن اللجنه الثلاثيه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم. ولكن هو خبر جيد جدا، الاستجابه على فكره للكلام اللي احنا بنقوله او غيرنا بيقوله ما عندناش اي مشكله فيه، لكن يجب ان يكون في الصالح العام وفي صالح كره القدم المصريه. والخبر ده بالنسبه لي هو خبر جيد جدا.